السويس هو ألتراس منتخب السويس، حوالي 120 مشجع، غير كمان قول 50 مشجع قاعدين في المقصورة الرئيسية. بعض اللقاءات عنيفة جدا ما بين الجماهير الألتراس وما بين لاعبي غزل السويس. لاعبي غزل السويس فضلوا موجودين في أرض الملعب، ولاعبي منتخب السويس هم اللي خرجوا. لاعبي غزل السويس خايفين يعدوا من تحت الجماهير وهم داخلين غرف قلع الملابس. بعد المباراة مباشرة توجه حوالي 20 عسكري أمن مركزي حوالين طاقم التحكيم واصطحابهم لحد جوه لحد اوضه اللبس، وهم داخلين طبعا الجماهير رمت عليهم حاجات كتير جدا وفاصل من الانتداب والشتايم والعنف كبير جدا في الملعب. كمان احد اعضاء تيالي مجلس اداره غزل السويس او احد الناس المنتمين لفريق غزل السويس تهجم على احد لاعبي منتخب القناه وحصل شبه مشاده عنيفه ما بينهم. يعني ما وصلتش انها تكون خناقه، يعني الناس منعوها. دلوقتي وانا خارج من الاستاد الالتراس، جماهير الالتراس كلها خرجت بره الملعب، كانوا واخدين البطايق بتاعتهم وهم داخلين كلهم خرجوا بره الملعب. سالت احد القيادات الامنيه من القوات المسلحه اللي كانت موجوده جوه الملعب ايه سبب تواجد الجماهير النهارده مع ان المفروض المسابقه بدون جمهور. محمد، هل كان في يعني كان في طبعا تواجد امني؟ كان في تواجد امني من الشرطه، بس اللي انا شفته حوالي 5 أو 6 ضباط مع حوالي 25 عسكري بيحاولوا يعني حاولوا ان هم يفضوا الاشتباك. كان ليهم دور في فض المشكله دي؟ ما كانش في اشتباك غير ما بين احد الافراد المنتمين لفريق غزل السويس ولاعب من فريق منتخب السويس، وطلع وراه لعيبه ثانيه من فريق منتخب السويس بتدافع عن اللاعب، وكانت قربت تقلب لخناقه بس الموضوع ما وصلش لكده. بس القيادات الامنيه ما تدخلتش، كالشرطه ما تدخلتش في الموضوع ده. اللي خلص الموضوع ده الناس اللي كانت موجوده، اللي انا قلت لك حوالي من 50 ل 80 واحد موجودين في المقصوره، هم اللي نزلوا لارض الملعب وهم اللي خلصوا المشكله دي. بقيه افراد الامن المركزي اللي كانوا موجودين في الملعب هم اللي كانوا محوطين طاقم التحكيم لحد ما دخل غرفه قلع الملابس. كان عندهم مهمه. محمد، انا عايز اسالك، هو استاد عجلوب ده استاد قوات مسلحه، انت لما رحت الاستاد في البدايه كانوا الجماهير دي موجوده؟ انا عايز اعرف ايه اليه ان هم يخشوا، يعني ده استاد قوات مسلحه، بالتاكيد القوات المسلحه مسؤوله عن اللي بيخش واللي بيخرج، ده بالاضافه طبعا لقوات الشرطه اللي بتامن. انا عايز اقول لك كمان يا احمد ان استاد عجرود جوه منطقه الجيش الثالث الميداني. بالظبط. وانا ما وصلت، ما كانش في حد من الفريقين خالص وصل، انا وصلت قبل ما الفريقين يوصلوا، الفريقين وصلوا. وبعد الجماهير دخلت بعد كده، بعد وصول الفريقين الجماهير دخلت بمنتهى السلاسه عادي جدا. العساكر اللي موجوده من القوات المسلحه هي اللي بتفتح لهم السكه ومدخلاهم لحد المدرج، المدرج اللي هو على شمال المقصوره اللي هو اولى شمال.